بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في استكمال محاضراتنا في الـ International Financial Management بنظام الأونلاين. هنكمل مع بعض اللي بدأناه في القاعة باسترجاع مفهوم الـ International Financial Management، وكنا قلنا إنها أساسا بتشتغل على القرارات المالية المتعلقة بالاستثمار وهيكل رأس المال وإدارة رأس المال العامل، وباختصار قلنا إنها بتشتغل على أهم قرارين هي بتاخدهم اللي هما قرارات الاستثمار وقرارات التمويل، وهي بتشتغل على كل ده بتبقى حاطة قدامها تحقيق أهداف المنظمة. وطبعا زي ما احنا فاكرين إنه الهدف من الإدارة المالية بصفة عامة هو تعظيم قيمة المنظمة أو تعظيم ثروة الشركاء، تمام؟ وعلى كده احنا نقدر نتكلم على الإدارة المالية عموما، ونعرف الإدارة المالية الدولية كالتالي: Financial management is mainly concerned with how to optimally make various corporate financial decisions such as that related to investment, capital structure, working capital management with a view to achieve a set of corporate objectives. The most important corporate objective is maximizing the shareholders' wealth. Well, definition بتاع international financial management. International financial management deals with the financial decisions taken in the area of international business. يعني هو نفس التعريف ولكن احنا هنا بنتكلم على مستوى ال international business. طيب. What is the importance to study this subject? Because we are now living in a highly globalized and integrated world economy. تعالوا دلوقتي نتكلم على الـ basic functions في الـ financial management اللي هي الـ financing decisions والـ investment decisions. الـ financing decisions اللي هي قرارات التمويل، دي القرارات اللي بتتاخد واحنا بنبص بصة احترام شديدة لهيكل رأس المال في المنظمة. ليه؟ لأن القرارات دي هي اللي لها علاقة مباشرة بالفلوس، ومن العوامل اللي ممكن تأثر على قرار التمويل مثلا التكلفة المطلوبة للاستثمار. كل حجم استثمار مطلوب بيقابله قرار مختلف بتوليفة مختلفة من مصادر التمويل، ومن العوامل دي درجة المخاطرة اللي بيحاول قرار التمويل انه يوفر اكبر كمية من التمويل باقل درجة من المخاطرة. يبقى اذا هو بيشتغل على انه يعمل لي توليفة من مصادر التمويل، وكمان بتكون لها اقل درجة من المخاطرة علشان نقدر نعظم العوائد زي ما احنا متفقين. وزي ما انتوا عارفين ان اكبر ريسك بيكون من الفلوس المقترضة، وأقلها هي الفلوس اللي جاية من أصحاب المشروع. تقييم درجة المخاطرة والموازنة ما بين كل الاعتبارات دي هي أهم ما في قرار التمويل. إيه تاني من العوامل اللي بتأثر على قرار التمويل؟ درجة السيولة المتوقعة في المنظمة بتأثر على قرارات التمويل في الاستثمارات سواء قايمة أو جديدة. مستوى السيولة المتوقعة ده بيدي ثقة في أني أقدر أكون توليفة التمويل اللازمة أو أتراجع عن فكرة التوسع في الاستثمار. أيضا الأوضاع الاقتصادية بتفرق في القرار، يعني لو أنا في مرحلة انتعاش اقتصادي على مستوى الدولة يبقى ممكن بسهولة اني اعتمد على المصادر الذاتية في التمويل، لكن لما بيكون في فترات الانكماش الاقتصادي يبقى بيفضل هنا الاعتماد على الاقتراض. بنرجع بقى بنقول انه الفاينانسينج ديسيجنز، ذيس فانكشن
involves generating funds from internal as well as external sources. The effort is to get funds at the lowest possible cost. Investment decisions are the financial decisions taken by management to invest funds in different assets with an aim to earn the highest possible returns for the investors. It involves evaluating various possible investment opportunities and selecting the best options. الكلام ده معناه انه الإدارة بتاخد قرار الاستثمار في ان هي بتحدد تحط الفلوس اللي معاها في انه استثمارات، هل نتوسع في المشروعات القائمة ولا نعمل مشروعات جديدة بحيث ان احنا في الاخر نوصل لتحقيق الهدف بتاعنا وهو تعظيم قيمة المنظمة. هي في سبيلها لده لازم بتدرس البدائل المختلفة او الفرص المتاحة قدامي، بتدرسها بشكل جيد جدا علشان تقدر تختار افضل وضع للاستثمارات بتاعتها. ليه هي بتعمل كده وليه بتدرس؟ لان مهما كانت الاصول والموارد المتاحة لأي منظمة كتير إلا إنها في الآخر برضو لازم بتوصف بالندرة، وبناء على كده لازم المنشأة تختار بدقة وبحذر هي هتستثمر في إيه علشان تقدر تجني أكبر أرباح. هي هتستثمر الفلوس اللي جاية من مصادر التمويل المختلفة في أنهي أصول بالظبط. طبعا في عوامل كتير بتدخل في قرار الاستثمار، زي دراسة هل الاستثمار ده مربح، هل هو الأكثر ربحية من بين البدائل المعروضة عليا، هل على المدى البعيد هيقدر ان هو يعظم لي من قيمة المنشأة، هل بيغطي تكاليفه المتغيرة على الأقل في الأجل القصير او المتوسط او الأجل المقبول بالنسبة للنوع ده من الاستثمار ولا لا. يبقى اذا احنا النهارده اتكلمنا على الكونسبت بتاع الانترناشنال فاينانشال مانجمنت، واتكلمنا على الفانكشنز بتاعتها اللي هي فاينانسنج ديسيجنز والانفستمنت ديسيجنز، واتكلمنا عن اهم العوامل اللي ممكن تاثر عليا وانا باخد احد القرارين دول، وقلنا ان قرار التمويل بيتضمن تحديد التوليفة المناسبة من مصادر التمويل اللي بتحقق اكبر قدر من التمويل المتاح للمنظمة باقل قدر من التكلفة. وطبعا زي ما احنا عارفين انه مصادر التمويل يا اما انها بتبقى مصادر خاصة اللي هي التمويل الذاتي من اصحاب المشروع، يا اما ان هي بتبقى عن طريق القروض، يا إما بتبقى أموال مستقطبة بشكل من الأشكال اللي هنستعرض مجموعة منها وإحنا بندرس حتة الهندسة المالية. والحقيقة ده أحد المجالات المناسبة جدا لأنه يحصل فيها ابتكار كل يوم، دي بتتيح لي مصادر تمويل مبتكرة عن طريق أشكال معينة من العقود هنتكلم عليها في وقتها. العقود دي بتتيح التمويل ما بين المستثمرين بطرق جديدة، ومجال حياة واسع جدا وشيق هيسمح لكل واحد فيكم بإذن الله في المستقبل ان هو يبتكر أشكال جديدة من العقود دي. احنا بكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا. مطلوب منكم انكم تهضموا الإطار النظري للتعريفات اللي وردت في المحاضرة النهاردة وإيه هي العوامل اللي أثرت على القرارات اللي اتكلمنا عنها برضو النهاردة، علشان تكونوا جاهزين في المحاضرة اللي جاية هنتكلم على العوامل الخارجية على مستوى الدول اللي ممكن تأثر على قرارات المالية الدولية. شكرا جزيلا وأشوفكم في المحاضرة اللي جاية على خير.